بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، نرحب بكم في هذه الانطلاقات وفي منافسات سن الحيل والزمول ضمن هذه الاشواط المفتوحه والخاصه بهجن اصحاب السمو والشيوخ والسعاده. على بركه الله اعلنت انطلاقه ثالث الاشواط، شوط خاص بالحيل. تابعنا الاشواط الرئيسيه، تابعنا هوايل والفال من انتزعت الاشواط الرئيسيه بشعار هجن الشحانيه وبقياده البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. نهني البرنس على هذا الانتصار وهذا الفوز وهذا الحضور المسائي المميز في هذه الانطلاقات في تحديات اشواط سن الكبار. على بركه الله أعلنت انطلاقة ثالث الأشواط، شوط خاص بالحيل. نتابع هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط. نبدأ بالصدارة، نتابع نغم على المركز الأول لهجن الشحانية بمتابعة وتضمير محمد بن خالد العطية، بينما أتابع الاسم القادم من تغير إلى الصدارة، أبها على مقدمة الشوط. أبها تغير في هذه اللحظات لهجن الشحانية، وبمتابعة جابر بن سالم بن فاران من يقودها ومن يتابعها هنا في هذا الانطلاق. بينما أتابع المركز الثالث والحضور من مخيفة مع المركز الثالث لهجن الشحانية، ويتابعها في التضمير فاران بن محمد بن قريع من يتابع مخيفة مع المركز الثالث. بينما أتابع المركز الرابع والقدوم في هذه اللحظات والحضور من سليل مع المركز الرابع لهجن الشحانية من تحضر وتتواجد مع المركز الرابع، يتابعها في التضمير جار الله بن محمد بن عقيل. والمركز الخامس هنا وصول من الوطن لهجن الشحانية وبتضمير جابر بن سالم بن فاران. هذه الأسماء الخمس الأولى المتواجدة على صدارة هذا الشوط. نتابع أسماء حاضرة متواجدة في هذا المساء هنا على أرضية ميدان الشحانية في هذه الانطلاقات وموسم جديد نتابع من خلاله حضور هذا الشعار لدعم شعار هجن الشحانية. يقدم أيضا لنا الأسماء في أيضا جاهزية ممتازة لما سوف يكون من المهرجانات القادمة، نتمنى له التوفيق. نتابع هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة، نتابع أيضا ما خلف دائرة الأسماء، أسماء لها ثقلها، أسماء نتابعها في الميادين لها إنجازاتها. نعود مع هذه الانطلاقة ونتابع، نتابع الصدارة، نتابع البداية والحضور هناك من أبها على مقدمة الشوط. أبها 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 بشعارها، أبها بأدائها هنا على الصدارة لهجن الشحانية، وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا أبها في أجمل صورها في هذا الانطلاق هنا على البداية والصدارة. المركز الثاني نغم مع المركز الثاني لهجن الشحانية، تتقدم تتواجد بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الثاني، مخيفة مع المركز الثالث لهجن الشحانية بمتابعة الصامل فاران بن محمد بن حمد بن قريع. أتابع القدوم والحضور في هذه اللحظات من سليل من الجانب الآخر هناك القادمة مع المركز الرابع سليل لهجن الشحانية، ويتابع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا سليل ويقدم لنا غلا مع المركز الخامس في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية في هذا الانطلاق وهذا التحدي وهذا المسار الممتاز. نشاهد هذه الأصايل الحاضرة هنا على أرضية ميدان التحدي. الله يا القادم، الله يا الأسماء الحاضرة في هذا الشوط. ولكن نعود مع الصراع هناك
على البداية ثلاثية مميزة نتابعها من خلال أبها هناك في القيادة في التحدي لهجن الشحانية. أبها قائدة للجموع هناك على مقدمة الشوط لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران المركز الثاني. نغم القادمة مع المركز الثاني لهجن الشحانية بمتابعة العطية محمد بن خالد العطية. من يقدم لنا نغم؟ من يتواجد خلف أيضا هذا الشعار ويقدم لنا هذه الأسماء؟ نتابع هناك مع المركز الثالث مخيفة، مخيفة لهجن الشحانية القادمة والمتواجدة مع المركز الثالث بمتابعة فاران بن محمد بن حمد بن قريع القادم مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الوصول من سليل مع المركز الرابع لهجن الشحانية، والمركز الخامس غلا لهجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن الأسماء قادمة. أتابع الوصول، أتابع هذا الحضور الممتاز هناك وأول القادمات مبعده القادمة في هذه اللحظات لهجن الشحانية القادمة مع المركز الخامس والأسماء قادمة. مشاهدين الكرام متابع، بدأت بالاقتراب الأسماء، الهجوم المكثف في هذه اللحظات. الله يا هذه الأسماء، الله يا هذه الأسماء الحاضرة في هذا الشوط. ولكن أعود إلى البداية إلى الانطلاق، ثلاثة أسماء ولكن نغم غيرت على الصدارة مع لافتة 1500 متر الأخيرة. نغم على مقدمة الشوط لهجن الشحانية بقيادة المشاغب، ولكن تحركت مخيفة مع المركز الثاني. مخيفة القادمة لهجن الشحانية بمتابعة فاران بن محمد بن قريع القادم مع هذه اللحظات. وشوف الوصول، وتابع القدوم، وتابع التحديات القادمة. مبعدة وهنا أبها مع أيضا المركز الثالث. أبها لهجن الشحانية ومبعدة غيرت من الجانب الآخر لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. وصول من سليل القادمة في هذه اللحظات لهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. الله يا الأسماء، الله يا الأسماء القادمة. هناك الظبي والغارية، وتابع غارات مع الكيلومتر الأخير. الله يا الصدارة، الله يا نغم بأحلى نغم. هنا نتابعها على الصدارة. الله، نغم لهجن الشحانية بقيادة المشاغب، ولكن أتابع مبعدة من الجانب الآخر لهجن الشحانية الشبل القادم. وأتابع الوصول من سليل غارات، شنت الغارات مع اللحظات الأخيرة لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية القادمة مع المركز الثاني. غارات ولكن الصدارة مبعدة أبعدت، انطلقت بناموس هذا الشوط. غارات القادمة مع المركز الثاني. أتابع الوصول، الغارية القادمة في هذه اللحظات من الجانب الآخر. أتابع الحضور والأسماء قادمة، ولكن الصدارة مبعدة مع الصدارة، انطلقت بناموس هذا الشوط. باعدت، الله، مبعدة. ومشكور يا الشبل. من يقدم لنا الأسماء الممتازة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فاران المركز الثاني. وصلت الغارية لهجن الشحانية المركز الثالث. كان الوصول من وسام لهجن الشحانية، والمركز الرابع غارات لهجن الشحانية، والمركز الخامس شهبار لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان. تابعنا المنافسة، تابعنا مبعدة من حضرت في اللحظات الأخيرة واستطاعت أن تنتزع ناموس هذا الشوط. هنا مبعدة وتوقيتها الزمني 9:39، 87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة لجابر بن سالم بن فاران المركز الثاني.
كان الوصول مشاهدينا الكرام من الغالية، من وصلت في المركز الثاني بتسع دقائق 42 ثانية 19 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس الهجن الشحانية، والثاني أيضا للشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث نتابع هنا الدخول السريع، وحضرت شهبار بالفعل مع المركز الثالث بتوقيت زمني 9 دقائق 42 ثانية 37 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجنة شحانية، والتهانية لسالم بفاران المري. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا كانت